انا معكم اليوم متواصلين احنا حاليا مع باتلكو في ماجيز، طبعا اخر مباراه من المجموعات رايحين على الدوري الثاني، على الدور الثاني عندنا مباراه اليوم البرازيل والبرتغال. خلينا نروح داخل نشوف مين بيفوز، البرازيل او البرتغال. البرتغال 1-0، برازيل 2-1، برازيل 1-0. أدينا بس ما توفقنا في تسجيل الجول، واتمنى الشوط الثاني نتيجه احسن ان شاء الله. طبعا لعب البرازيل باين انه واخدين كم انذار، تقريبا 3 في الشوط، حتى البرتغال ماخذين 3 ولا 4 اكثر. 6 ما طبعا ده رد فعل، يعني البرازيل بداوا باللعب العنيف. لا بالعكس احنا مرتاحين في المباراه، يعني احنا الاول في المركز الاول ما ورانا شيء. بس البرازيل قوي ما يسمح للبرتغال انه يلعب بهالسهوله. الشوط الاول باين انه البرتغال هيرجعوا ان شاء الله ويعدلوا نتيجه الماتش. البرتغال ما يودوا الكره مره مرتين ثلاث مرات بس. لا لا انا شايف انه البرازيل الصراحه مش البرازيل اللي نعرفه، شايف البرتغال احسن بكتير ويستحقون الفوز، ولو ركزوا اكتر اكيد هيخلصوا الماتش بصراحه. بنشوف الشوط الثاني شو بيصير. يعني انا شايف ان هم لعبوا كويس قوي، يمكن البرازيل كانت مكمشه، البرتغال كانت لو مثل ما يقول ان البرتغال يلعبون بشكل جيد كان ما قدروا يضيعون اي هدف، لان الاهداف اللي على الاقل كان في محاوله على الجون. بس انتم الفرص كانت اقوى وضيعوها، يعني هاي معناتها ان البرتغال يعني ما بيلعبوا، معناتها ما بيلعبوا. لا ازاي بقى، لا لعبوا دفاع اكثر من هجوم. ليش؟ لان يخافون من البرازيل، البرازيل فريق قوي ما تقدر عليه. ابطال العالم 5 مرات ماخذين كاس العالم في لعب الكوره، يعني ما هو برضه لو اندفع ان هو يهاجم هيخسر. لا شوف بالضبط، السات سهله ده ما اظنش بالضبط، ممكن يشيلوا منهم وقت خلصوا 2-0. والبرازيل لعبت بدون افضل اللاعبين اللي تلعب وياهم، يعني البرازيل اللاعبين والله انا اشوف ان دي عذاب. ساكا مو موجود، روبينو مو موجود. من الشوط الثاني المدرب كيروش قال لهم خلاص هدوا اللعب، خلينا نتعادل يكون افضل احسن من هزيمه، وبعدين نروح بالدوامات والحسابات. البرازيل تلعب بالمنظر ده، يعني لا تتفرج على هاي كيروش اللي قال مدرب. اذا البرازيل ضامنه التاهل ليش تلعب؟ هي تلعب على نتيجه، اهم شيء انه ما سجلوا عليهم جول. والله الجول 16 وخلاص، البرتغال لهي الحد وخلاص، 16 وخلاص هاي المستوى. ما يقدرون البرازيل هتطلع من الماتش الجاي مستحيل، بالاداء اللي هم لعبوه النهارده ده مستحيل يوصل. مستحيل حتى الادوار الجايه، الادوار 16 وخلاص خلاص. شنو اسوء فريق كره؟ البرازيل. يعني تقصد البرتغال؟ البرتغال النهارده طلعوا البرازيل منظرهم ما سووا شيء اليوم. البرتغال ما سووا شيء، ممكن البرازيل يحاولوا يغيروا اللون الاسود. البرتغال النهارده تمسح البرازيل بالمنظر اللي شفناه النهارده. ما حد يمسح اسم البرازيل، ما حد يمسح اسم البرازيل، بس هيشيلوا البرازيل من البطوله دي وهتتوقع عليهم. كاس سنوات اخذوا بطولتين، كوبا امريكا ويا كاس القارات وكاس العالم. البرتغال هم اللي هياخدوها، ما في امل. ان يور دريم، ده انت بتحلم، ده انت تحلم. طبعا هاي كانت نهاية حلقة اليوم معكم، مثل ما شفنا البرازيل والبرتغال 0-0، لنا لقاء آخر إن شاء الله بكرة في أول مباراة الدوري الثاني مع الأرجنتين والمكسيك. شكرا جزيلا، خلينا نشوفكم.